السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، اليوم إن شاء الله المحاضرة الثالثة هتكون فيها مواضيع متنوعة. هنبدأ بإذن الله تعالى في الأروماتيك هيدروكربونز. الأروماتيك هيدروكربونز خير مثال على ذلك اللي هو البنزين. البنزين طبعا اللي هو C6H6 اكتشفوا ان هو فارادي عن طريق التقطير الاتلافي لفحم الحجر او ممكن نستخدمه بالمر. البنزين اجى عالم اسمه بيكولي عمل صيغه معينه للبنزين بهذا الشكل. لاحظوا انه في ثلاث ازواج من الروابط الثنائيه، او ممكن تدوير هذه الروابط بداخل الحلقه. واحد بهذا الشكل. نلاحظ من هذه النقطه ان البنزين سيمتريكال رينج ستراكشر، سيمتريكال رينج ستراكشر، او ممكن ان احنا نعبر عنه بهذا الشكل عن طريق شكل سداسي يوجد به حلقه. طبعا هذه الحلقه مرت عليكم السنوات السابقه اللي هي عباره عن عمليه تضاريم اللي هي دوران الروابط الثنائيه داخل الحلقه وعدم استقرارها في مكان واحد. لاحظوا 4 5 6 1 2 3 4 5 6. لاحظوا الروابط الثنائيه هان بين ذرة الكربون الأولى والثانية، ولاحظوا هنا بين ذرة الكربون الثانية والثالثة وهكذا. إذا ممكن نحن نبسط الشكل بهذه الطريقة. النقطة الثانية في البنزين ألا وهي نقطة بسيطة جدا مرت علينا، نوع التهجين اللي هو من نوع SB2 في البنزين. طبعا البنزين مركب غير مشبع انسيتوريتد، ولذلك من خواص المركبات اللي هي غير مشبعه تفاعل الاضافه، لكن هو يتفاعل بالاضافه تحت ظروف قاسيه جدا، لكن من اشهر تفاعلاته اللي هي السبستيتيوشن رياكشن ان شاء الله حناخذها جدا. اذر اروماتيك هيدروكربونز الان في حالة وجود مجموعة في حلقة البنزين، في حالة وجود مجموعة في حلقة البنزين، كيف يتم قراءة أو تسمية هذه المركبات؟ خلينا نشوف. عندي طبعا اللي هي حلقة البنزين بهذا الشكل. نفترض أن عندي مجموعة هنا إيه؟ طبعا الترقيم 1 2 3 4 5 6. كيف تتم التسميه؟ يتم التسميه بطريقه بسيطه جدا. لنفترض على سبيل المثال وجود مجموعه ميثايل، يسمى في هذه الحاله ميثايل بنزين. طيب لنفترض على سبيل المثال وجود مجموعتين، C2H5، أو ممكن نكتبها بطريقة أبسط، طريقة أبسط، CH2CH3CH2CH. هنا ايضا ممكن نستخدم الترقيم 1 2 3 4 5 6. ممكن نقول 1 2 داي ايثايل بنزين، 1 2 داي ايثايل بنزين، 1 2 انتبهوا 1 2 داي ايثايل بنزين. ممكن
عن طريق اللوكيشنز. مثلا ايه؟ اورثو ميتا بار، اورثو ميتا بار، اورثو ميتا بار. يعني ممكن انت كطالب ايش ممكن تسمي اللي هو بهذا الاول المركب الاول؟ نقول ها اورثو ميتا بار. شايفين كيف؟ اورثو ميتا بار. يعني ممكن نسمي هذا المركب اورثو داي ايثايل بنزين، اورثو داي ايثايل بنزين. اذا يصح في حالة وجود مجموعتين، انتبهوا كمان مرة بأكد، يصح في حالة وجود مجموعتين في حلقة البنزين ممكن نسمي بالترقيم، وممكن نسمي بايش؟ بوضع هذه المجموعة أو اللوكيشن تبع هذه المجموعة. طيب لنفترض على سبيل المثال كان عندي أكثر من مجموعة، مثلا OH أنا في نور أن أو تو أن أو تو أن أو تو. هنا لا نستطيع أن نسمي باللوكيشن بالأورثو أو الميتا أو البار. هنا يتم التسمية بالترقيم 3 4 5 6. طبعا المذر اللي هي الفينول عندنا 3 مجموعات نيترو. يلا مين سمي لي اياها؟ سمي، حاول انك تحاول تسميها. ماشي نسميها، نقول 2 4 6 تراي نيترو فينول او هيدروكسي بنزين. 2 4 6 تراي نيترو فينول او هيدروكسي بنزين. هذا بالنسبه لي بعض المركبات العضويه. ايضا في نقطه مهمه يا احبائي، الا وهي مجموعه تسمى مجموعه الفينايل. ما هي مجموعه الفينايل؟ مجموعه الفينايل هي عباره عن يا شباب بنزين رينج ناقص اتش فتصبح فينايل جروب. فينايل جروب مجموعه فينايل، او ممكن اقول عنها سي 6 اتش 5 مجموعه الفينايل. ممكن يكون عندي مركب فيه مجموعه فينايل وفيه الكان، وفي الكان على او الكين على سبيل المثال. يعني مثلا خلينا نشوف اسم المركب هذا، ماذا هذا بالشكل. تمام. طبعا عندنا فينايل سايكلو هيكسان، الفينايل سايكلو هيكسان، فينايل سايكلو هيكسان هي مجموعة الفينايل. طبعا درسنا السايكلو هيكسان في المحاضرات اللي فاتت. ممكن ناخذ واحد في الكين او الكان على سبيل المثال، ناخذ مركب هذا الشكل مثلا سي دبل بوند سي سي اتش 3 عندنا سي اتش 3 اتش. طبعا هنا بدنا نركب، يتم الترقيم 1 2 3 4 لانه هي الرابطه الثنائيه، فيصبح اسم المركب 2 فينايل سيس 2 بيوتين. ليش بيوتين يا شباب؟ مثل بروب بيوتين. اذا اسم المركب 2 فينايل سيس لانه اتجاه واحد، 2 البيوتين 2 البيوتين.
إذن هذا اللي هي مجمل بعض الهيدروكربونات الأروماتيل، هذه جزئية بسيطة جدا في مركبات تحتوي على أكثر من حلقة مثل النفتالين والإنتراسين. خلينا نشوف النفتالين بهذا الشكل، هذا نفتالين. النفتالين طبعا عبارة عن حلقتين بنزين، نفتالين اسمه. ممكن يكون عندنا مركب آخر ثالث يحتوي على ثلاث اللي هي حلقات بنزين نسميه الانترا سي. تمام، إذن هذا كل ما يختص به اللي هو مين الأروماتيك هيدروكربونز. طبعا كلمة أروماتيك هيدروكربونز، كلمة أرما هي التي أصلا تعني روائح أو شغلة بتاعت فيوم فريجنس، يعني شغلة عطرية، المركبات العطرية. هذه أو هذا هو مجمل المركبات الأروماتية، أمور بسيطة جدا. في كمان بعض المشتقات لها common names OH NH2 CH3 COOH. هذه ممكن تسمى بالcommon names، ممكن نسميها بالعبارة. هذا بسموه فينول، يسمى فينول هو C6H5OH. هذا بسميه أنيلين C6H5NH2. هذا بسميه تولوين C6H5CH3. هذا بسميه حمض كربوكسيلي اللي هو بنزويك أسيد، حمض البنزويك C6H5CWMOH. تمام، هذه بعض المركبات المشتقه من المركبات من حلقه البنزين. طيب عشان نكون في الصوره، درسنا في المحاضره الاولى حاجه اسمها الفانكشن جروب، المجموعه الوظيفيه او المجموعه المميزه. طبعا يا ابنائي المجموعه الوظيفيه او الفانكشن جروب، زي ما احنا عارفين ان الفانكشن جروب هي مجموعه مسؤوله عن الخواص الكيميائيه للمركب وتعطيه الصفات التي تكون مسؤوله عن خواصه. تمام، في التفاعلات الكيميائيه. ودرسنا بعض الفانكشن جروبس، منها على سبيل المثال لو حنبدا في اول موضوع اللي هو بخصوص الفانكشن جروب، في عندنا حاجه اسمها اورجانيك هاليز. اورجانيك هاليز، اورجانيك هاليز اللي هي طبعا هاليدات الالكاي. طبعا اورجانيك هاليز او اورجانيك هالايز اللي يسموها هاليدات الالكاي، هاليدات الالكاي. طبعا هاليدات الالكاي مركبات عضويه، ممكن احنا نشتقها عن طريق استبدال ذره اتش في الالكان بذره اللي هي هاليد أو أكثر. طبعا كلكم عارفين الهاليدات، الهاليدات هي عناصر المجموعة السابعة إيه بالجدول الدوري، تبدأ بالفلور وتنتهي بالستاتين، مثلا فلور كلور بروم أيودين. الستاتين طبعا ستيبل شوية نوعا ما. هذه هاليدات الألكاي. إذا هاليدات الألكاي مركبات عضوية، ممكن نحن نشتقها من الألكانات عن طريق استبدال ضربة اتش في الاركان بضربة ايه؟ بضربة اللي هي هاليد. ممكن فلور كلور بروم الى اخره. في منها طبعا قبل ما ندخل في عملية تسميتها، في طبعا في جزئية على في صفحة 1065، هذه مهمة الجزئية. سمعنا طبعا بالفريون، وسمعنا اللي هو الغازات اللي احنا بنعملها في تتليش
اللي بيستخدمها في موتور الثلاجة اللي هو بيسموها الفريون، والفريون هي مرتبات تؤثر على طبقة الأوزون. عندنا فريون CFCL3 CF طبعا CFCL3 هذا بنسميه فريون ورقم ياخذ رقم 11. هذا الفريون CFCL3 بنسميه فريون 11 تمام. طبعا اسمه تراي كلورو تراي هاي طبعا تراي كلورو فلورو ايثان ميثان سوري ميثان لانه احنا كيف بنسميها اللي هالو هالو الكان يعني بنجيب اسم الهالو بروم او كلور او اي شيء تمام وبنثمن الكان المشتق منه. اذا هذا ممكن نسميه فلورو 11 طبعا اللي هو بنسميه تراي كلورو فلورو ميثان. في عندنا فريون اخر اللي هو فريون 12 فريون 12 في سي اف 2 سي ال 2 طبعا هذا بنسموه فريون 12 داي كلورو ميثان. طبعا الفريونات بتاثر على طبقات الجو وخاصه طبقه الاوزون. هذه اللي هي ابسط انواع اللي هي هاليدات الالكان تمام. بعض النماذج لهاليدات الالكان مثلا على سبيل المثال CH3Cl طبعا التسمية قلنا تسمية هاليدات الالكان او الكان هالايدز كلمة هالو ثم الالكان هالو الكان يعني مثلا نأتي لتسمية هذا ابسط انواعها كلورو ايش كلورو كم ذرة كربون؟ واحدة. ايش بنسميه؟ ايوه تمام. كلورو ايه؟ كلورو ميثان. ممكن ناخذ كمان واحد CHCl3 يلا تقدروا انتم شاطرين تسموا لي اياه بنسميه قديش كلور؟ ثلاث إذا نقول تراي كلورو ميثان تراي كلورو ميثان ممكن نزود شوية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي بروم عاملين على كلور نجيب واحدة ثانية هاي بروم وبنشرب زي ما قلنا علمتكم طبعا يبدا الترقيم من عند الطرف الاقرب بمجموعه الهالو 1 2 3 4 5 طبعا المظهر بنتان مث اف بروم دوت بن والبرومو مرجعتين نقول 2 برومو ايش؟ 2 برومو مث اف بروم انا بنتان تمام؟ هذا كل ما يتعلق بهاليدات الالكان. طيب ننتقل إلى موضوع آخر موضوع بسيط جدا مر عليكم في السنوات السابقة وهو مبسط جدا اللي هو phenols and cohols phenols and cohols يعني الكحولات والفينولات. طيب cohols and phenols نيجي للفانكشن جروب الكحول وكذا او اتش مجموعه هيدروكسيد مجموعه هيدروكسيد كهولز اند فينولز طبعا المجموعه المغرفيه او الفانكشن جروب لها بنسميها ايش هيدروكسيد جروب او مجموعه الهيدروكسيد. طبعا لو اجينا مثلا الى هذا المركب اتش او اتش اللي هو ووتر يعني ممكن نحن نشتقها من ووتر عن طريق استبدال اتش بمجموعه مثلا الكايل او ارايل او اي شيء تمام او مجموعه كده. لو اجينا للكحولات على سبيل المثال ار او اتش ار او اتش
الكحولات مركبات تحتوي على مجموعة هيدروكسيل، هذه المجموعة مجموعة قطبية، هندرسها بعد شوية ونشوف ايش خصائص اللي تتميز بها هذه المجموعة. إذا الكحولات R O H، على سبيل المثال أبسط الكحولات CH3OH، طبعا كلكم عارفين انه هذا اسمه ميثانول. طبعا لو اجينا نصنف الكحولات حيتم تصنيفها بطريقتين، طبعا تصنيفها يتم تصنيفها بكحولات اوليه ثانوية ثالثية primary secondary tertiary R C H H O H. طبعا هذا ابراهيم. لاحظوا الكربينول اللي هو الكربون والO H على ماذا تحتوي؟ على R زائد 2 H. تمام؟ طيب كحولات كحولات ثانوية ايش تحتوي؟ على 2 R زائد 1 H، هذا نقول عنها كحولات ثانوية أو سكندري. التيرشري 3 R 3 R O H، هذه بنقول 3 R إذا تيرشري. إذا you can classify alcohol according to the carbonyl group which attach with other group. يعني لاحظوا عملية بسيطة جدا كيف تتميز. طبعا ننظر إلى الكربونول اللي هي ذرة الكربون المتصلة بالـ OH، نشوف ماذا يتصل بها. هنلاحظ هنا يتصل بها ذرتين هيدروجين ومجموعة ألكايل، هنا مجموعتي ألكايل وذرة هيدروجين، هنا ثلاث مجموعات ألكايل وذرة. إذا بهذه الطريقة أنا أستطيع التمييز بين هذه المركبات حسب اللي هو إيه اللوكيشن تبع اللي هو سي او اتش بالنسبه لمين؟ للار. طيب هذا التصنيف الاول. نيجي لشغله ثانيه بسيطه جدا بالنسبه للكحولات. في عندنا كحولات طبعا بولي هيدريك، يعني عديده الهيدروكسيل، يعني عديده الهيدروكسيل. فور اكزامبل مثال بسيط جدا سي اتش 2 CH group OH. وأيضا عندنا CH3 CH CH عفوا CH2 CH2 OH OH OH. طبعا هذه عديدة الهيدروكسيد فيها هذا مجموعتين هيدروكسيد، وهذا فيها ثلاث مجموعات، هذا بسميه كلينج ريكول وهذا بسميه بالسرور. طبعا هذا الكامون نيم. الان ناتي الى الايوبات في تسميه الكحول. الامر بسيط جدا، الكام زائد اول، بس الكام زائد اول، الكانول الكانول مثلا هنا سي 3 OH. طبعا ايش بنسمي الالكان المقابل؟ إيث أول إيثانول، تمام، أو CH3 CH2 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 OH. ماذا يسمى؟ 1 2 3 4 مث إيث جروب بلود، مث إيث جروب بلود بيوتانول. طب لنفترض في مجموعة، لنفترض في مجموعة مثلا، ونضع مجموعة معينة في الكحول،
على سبيل المثال نأخذ كحول في مجموعة مثلا CH3 حتى لا نخطئ طبعا 1 2 3 1 2 3 إذا المظهر مثل بروبانول لكن هنا في عندي مجموعة ميثايل إيش بقول؟ بقول 2 ميثايل 2 بروبانول 2 ميثايل 2 بروبانول الأمر بسيط وعندكم موضح في الكتاب أمثلة كثيرة جدا وأمثلة مش صعبة جدا. طب لو أجينا نصنف هذا الكحول من أي نوع؟ أولي ثانوي ثالثي إيش بتقولوا؟ هل هو أولي يعني برايمري سكندري تيرشري؟ طبعا لاحظوا قلت لكم أنا بتعلمه على الكاربينول ونشوف إيش حواليها. هلا حواليها 3 كربون إذا تيرشري الكحول تمام. الآن عندنا نقطة مهمة جدا بالنسبة للكحولات. لاحظوا هذه النقطة مهمة ألا وهي مجموعة الهيدروكسين ماذا تفعل في الكحولات؟ ماذا تفعل في الكحولات؟ طبعا R O H طبعا نتيجة انه وجود زوج من الالكترونات على ضغط الاكسجين تمام في هذه الحالة يصبح بولر تمام يقضي وبالتالي يترتب عليه انه يتكون حاجة اسمها هيدروجين بوند ماذا يترتب على الهيدروجين بوند يترتب على الهيدروجين ان نمبر 1 الكحول مسبل الموتر تمتزج بسهوله بالماء وخاصه ذات اللي هي الكتل الجزيئيه الصلبه 2 البويلينج بوينت ركزوا معي في النقطة هذه أعيدها مرتين البويلينج بوينت فور الكحول is greater than analogous alkane بمعنى إنه درجة غليان الكحولات أعلى من درجة غليان الألكان المقابل إذا أول شغلة الكحولات تمتزج بسهولة مع الماء اثنين درجة غليانها أعلى من درجة غليان الألكان المقابل تمام أعلى من درجة غليان الألكان المقابل تمام النقطة الثانية طبعا في عندنا كحولات بولي هيدريك يعني مجموعات الهيدروكسيل بتزيد بمعنى by increasing the hydroxyl group ماذا يعني؟ تبقوا بزيادة المجموعات تبع الهيدروكسيل ماذا يحدث؟ يحدث الآتي إنه درجة غليان بتزيد إذا بزيادة الـ OH group تزداد درجة الغليان أعيد وأكرر النقطة هذه مرة أخرى طبعا الكحولات مركبة تحتوي على مجموعة هيدروكسيل الـ O تحتوي على ذرتي زوج من الإلكترونات وبالتالي يكون بولر أول شيء تكون روابط هيدروجينية لأن يعني تكون روابط هيدروجينية يترتب عليها الآتي انه تمتزج بسهوله مع الماء ايضا درجه غليانها اعلى من درجه غليان المكان المقابل
ايضا بزياده اللي هي الاو اتش تزداد درجه الاكسجين. ايضا الكحولات لها اسيدتي بس مش اسيدتي قويه، لها حموضيه. لنرى كيف نبرهن ان الكحولات لها حموضه. لو اجينا الكحول، اي كحول ار او اتش زائد ان اي طبعا اكتف ميتال بليز نشط، طبعا كلكم عارفين اكتف ميتال يحل محل هيدروجين، تمام؟ يحل محل هيدروجين والهيدروجين بيطلع معه، فبيصبح المركب ار او ان اي زائد اتش 2. نعمل بالانس للكويشن 2 2. هذه اللي هي من ضمن حموضيه الكحولات، انها تتفاعل مع الاكتف ميتال such as sodium or potassium، فبيطلع عندنا اللي هو الهيدروجين and the compound we call it co-oxide. 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 For example, CH3, CH2, O, H, زائد عن A، طبعا اثنين نوزل عشان الهيدروجين يطلع بشكل جزئي. CH3 CH2 أو زائد هيدروجين، طبعا صوديوم إيثوكسايد نسميه في هذه الحالة. هذا ببرهن من الكحولات حامضية، تمام. طبعا بالنسبة للكحولات لها استخدامات كثيرة جدا، منها على سبيل المثال عندنا اللي هو الميثانول، طبعا الميثانول CH3OH، طبعا الميثانول بنسميه اللي هو وود الكحول، وود الكحول يعني كحول مستخلص من خشب عن طريق الديستليشن اوف وود، طبعا او بنسميه اللي هو وود الكحول. طبعا بيروز ارانج كوانتيتي فروم كاربون مونوكسيد، فروم كاربون مونوكسيد اند هيدروجين. طبعا هو توكسيك، ماده سامه للباكو، ماده سامه اند كوزز بيرمننت بلايندنس وين تيكن انترنال، يعني ممكن يعمل ايش؟ عمى. الكحول الثاني اللي هو الايثانول، طبعا كلكم عارفين الايثانول له استخدامات كثيرة في الطب، وله استخدامات كثيرة في صناعة بعض اللي هي ايش؟ الأدوية وما شابه ذلك. في عندنا إيثيلين جليكول، إيثيلين جليكول طبعا مر علينا CH2OH، طبعا الإيثيلين جليكول مادة تستخدم في كأنتي فريزنج في مبردات السيارة، يعني ضد التجمع. في عندنا الجليسترول، طبعا الكل بيعرف الجليسترول اللي هو الجليسرين، ويستخدم بشكل واسع في مستحضرات التجميل الكوزمتكس. هذا كل ما يتعلق بالكحولات، تمام. ننتقل الى موضوع اخر، موضوع اخر وهو موضوع ليس بصعب جدا. الامور انتم زي ما شايفين الامور سهله ومرتبه، بس ارجو من الجميع الرجوع الى الكتاب كمرجع، احنا هذا التوضيح فقط لا غير، وارجو من الجميع الرجوع الى الكتاب لاعطاء بعض الامثله وللتدريب على بعض الامثله. الموضوع الاخر اليوم بدنا نكمله اللي هو الايثرز، ايثرز طبعا زي ما احنا عارفين الايثر، طبعا ايثرز الفانكشن جروب تبعت الايثرز يا شباب او يا طلاب الاعزاء، طبعا سي او اتش اللي وجود ذره اكسجين في المنتصف نسميها ايثر. الايثرات
برضه ممكن نشرب من الكحولات من الماء عن طريق السبستيتيوشن، نحن كل كيمياء ربويه مشتقه من بعضها البعض، وبالتالي من السهل جدا انك تعمل ايش؟ كومبانيشن، يعني تعمل مقارنه وتشوف كيف الامور بتكون واضحه بالك. الاثارات طبعا في عنا اثارات طبعا اليفاتيك، في عنا اليفاتيك، في عنا اروماتيك، في عنا ميكس، في عنا اليفاتيك، في عنا يعني مثلا ناخذ واحد اليفاتيك مثلا سي اتش 3 او سي اتش 3 كيف بنسميها؟ هي سمي تسميتها بالغالب بالكومن نيمز. طبعا هنا بنسميه اللي هو داي ميثايل ايثر، داي طبعا داي ميثايل ايثر، طبعا داي ميثايل اثنين ميثايل، او له اسم اخر بسموه ميثوكسي ميثان، ميثوكسي ميثان. يا ريت الطلاب يراجعوا معي صفحة 1071 لأنه مش حافظ كل المركبات بهذيك الوقت. ميثوكسي ميثان هذا ايش؟ اللي هو أليفاتيك. ممكن ناخذ اللي هو مختلط، ممكن ناخذ مختلط CH3 أو CH2 CH3. طبعا هنا مجموعة إيثايل مجموعة ميثايل، طبعا هنا ميثايل إيثايل إيثر، ميثايل 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 إيثر، أو ممكن نسميه نسميه اللي هو ميثوكسي إيثان، ميثوكسي إيثان أي اسم آخر. تمام؟ إذا هذا الفاتك، هذا مختلط. طب نجيب واحد أروماتي إليفاتي، يعني إيه؟ يعني في أروماتيك وسي اتش 3، إذا هذا أروماتيك وهذه مجموعة آخر، يعني خلطنا ما بين الاثنين اللي هو الإليفاتي، عفوا الإليفاتي والأروماتيك. هذا بنطلق عليه اسم ميثايل فينايل إيثر، ميثايل ميثايل فينايل إيثر. تمام؟ ميثايل فينايل إيثر، أو ممكن نسميه ميثوكسي بنزين، ميثوكسي بنزين. تمام؟ ممكن يكون أروماتي، يعني اثنين مع بعض، يعني إيه آر و إيه آر. طبعا هذا بنسميه اسم بسيط جدا بسموه فينايل بنزين، يعني فينتين بنسميه فينايل بنزين، أو اللي هو داي فينايل إيثر، فينوكس عفوا فينوكسي بنزين، أو داي 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 فينايل بنزين. تمام؟ إيثر، داي فينايل إيثر، سوري داي فينايل إيثر، داي فينايل إيثر. خذوا بالكم من التسميات واثنين مطلوبات، داي فينايل إيثر. هذا أبسط الإيثرات. إذا أعيد كمان مرة للطلاب اللي ما انتبهوش، الإيثرات مركبات تحتوي على مجموعة الوظيفية اللي هي وجود مجموعة الإيثرية، وجود اللي هي الأو بين مجموعتين آر. ممكن يكون عندنا الإيثر يا شباب يا طالبات، ممكن يكون عندنا الإيثر اللي فاتي، ممكن يكون مختلط، ممكن يكون أروماتي. يعني هاي اللي فاتي اللي فاتي إيثر، هاي هنا مختلط، هاي هنا أروماتي. تمام؟ أنا الإيثر اللي فاتي خدنا مثال، ممكن نسميه ميثوكسي إيثر أو اللي هو داي ميثايل إيثر، والأمثلة الأخرى واضحة موجودة في صفحة تمام. طبعا نحن اهم شيء بدنا نركز على التسميه، على الاستخدامات، في قدام ان شاء الله عمليه رياكشنز والتفاعلات، وان شاء الله تكون الامور بسيطه جدا. اذا اعيد كمان مره بالنسبه للايثرز، زي ما احنا شايفين مجموعه الايثر
مجموعة البروتين مجموعة الكريم اللي هو وجود الأو بين ذرتين اللي هو R، وبالتالي قد يكون عندي إيثر غلط أو إيثر مختلط. أنا حاعطيكم حاجة بسيطة جدا عشان تسموها في الجروب كويس، مثلا CH3 CH2 أو CH2 CH. طبعا حاول تسمي بنفسك تمام. حاول انك تسمي بنفسك حاول انك تسمي بنفسك نزودها عليك شوية تمام. مثال آخر، أنا أعطيكم مثال آخر. مثلا تمام، هاي المجموعة R أو خلينا C أفضل عشان تكون مفتوحة، هذا كل ما يتعلق بالإيثر. إن شاء الله اليوم نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل في المحاضرة الرابعة بإذن الله تعالى، ونترككم في رعاية الله وحفظه. ولكن عليكم بمراجعة الكتاب كما أسلفت سابقا حتى يتمكن الطالب من مراجعة أي كلمة ربما سقطت منا سهوا. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.